المنتوج الفلاحي راه موجود، ما عندناش باش نخافوا، المنتوج متوفر ان شاء الله. جوست مفهوم فما بعض ممكن التخوف من بعض الاسعار تطلعش ولا حاجه بعض المواد، ولكن احنا نعملوا باش التونسي ما يكونش ملوفين ياسر، اقل لهفه تخلينا نتحكم في الاسعار. اما المنتوج موجود خصوصا في الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء وكل ما فما حتى معنا حتى اليرت المنتوج الغذائي، معناها نجم نطمنوا التونسي في النقطه هذه. في شهر رمضان يكون مع وزاره التجاره فمبادره هي انه يكون شهر التمور، واش تكون فما عدد من نقاط البيع من المنتج المستهلك فيما يخص التمور، ونحن الحق طلبنا وقاعدين ننسقوا مع عدد من البلديات باش نكون فما اكثر نقاط بيع واكثر منتوج، معناها مش كان تقتصر على التمور، تقدر تكون نقاط بيع المنتوج الفلاحي بصفه عامه، وهذا قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله.